هو القيد أو الرباط؟ هو خطية اللي كل ما تأتي عليك لابد أن تقول لها نعم. التأثير اللي كل ما يجي لك ما تقدرش تقول لأ. لما يبقى كل ما يجي تأثير الغضب عليك لازم تغضب، أنت مقيد بالغضب. عشان تبقى مسألة واضحة، صحيح أنت بتغضبش كل يوم، لكن منين ما يجي الغضب يفتح عليك كشاف بتاعه تقع فيه. منين ما يجي لك المؤثر منهم تيجي الفكرة تقوم أنت ما تقدرش تقاوم الفكرة تقع تحتها، كده بقيت أنت إيه؟ مقيد. حيثما وجدت الخطية لابد أن يوجد مين؟ روح الخطية. وهذه المؤثرات وحضور روح الخطية بيضغط على الإرادة الخائرة، وأنا بقى إرادتي مالها؟ مهزومة مسلمة. فاضل إيه بقى عشان تبقى الخطية جاهزة وحاضرة؟ ولا حاجة، هي بس تفرق بين انها تبقى حاضره على اي مستوى. وطبعا هو مش كل مستوى زي الثاني، عشان تكون فاهم انه ما دام وقعت بالخطيه في افكار يلا بقى، لا دي فكره ابليسيه، لان هو كل ما تغوص في الخطيه اكثر كل ما يقدر يطولك بحربه المتاخر. ولكن كده هو فتح الباب جهزك لانه يدخل اليك بتاثيرات الخطيه. خطيه قائمه وعاتيه وغالبه وشديده ومسكة على رقبتك بالخناقة ومش هتسيبك طالما مفيش دم يسوع المسيح. وإذا في دم يسوع المسيح تنحل قوة الخطية. لازم تفهم الحاجات قدام بعضها صح. مزيل الحبر اللي بيزيل الخطية دم يسوع المسيح. أول وأحد أسباب انهزامك إنك بتخش المعركة من غير ما تبتدي من نقطة إنك تتغسل بغفران دم يسوع المسيح، انك تدخل تحت دم يسوع المسيح. طبعا عشان تخش تحت غفران دم يسوع المسيح ده يحتاج ايمان بسلطان دمه، ويحتاج الى توب، ويحتاج ايضا الى طلب وصلاه. اي واحد عايز يتعامل مع الخطيه من غير ما يبتدي من غفران دم يسوع المسيح هو خاسر ولن يفلت منه. ترش دم يسوع المسيح على خطاياك، على نفسك، ان تثق في سلطان دمه انه قادر على التطهير وان ليك نصيب فيه. أقول له لا، فقط لازم تقول للخطية لا، تديها ثلاثة لا، يعني تيجي تهجم عليك كل المؤثرات دي تقول لا باسم يسوع. فلما تقول لا الأولانية إبليس هيمشي، بس هيعد عليك تاني. الروح النجس ما تخرج من الإنسان يطوف في أماكن ليس فيها ماء، فيقول أرجع إلى بيتي الأول، فهيرجع ليك تاني. فتروح مديله لا تانية باسم يسوع، سلطان دم يسوع، وينكسر بعد. وما أنا من عندي عشان خاطر أثبت، يعني أتأكد قوي، اديتها واحدة ثالثة، فخليتها ثلاثة لا، وكسر القيد. العامل المساعد الثاني إن شخص يكون عمل الحكاية دي قبل كده وثبت في النصرة يصلي لك وبيكسر عنك القيد. ولكن بعد ما يكسر عنك القيد دي هيجي لك ولازم تديله ثلاثة لا. لا صعبة، صرخ للرب، يعني قول لا واستغيث بالرب. لو أنت بتقول لا أو بتستغيث بالرب وعملت النقطتين دول انتهرت باسم يسوع وغطيت دم يسوع، لازم الخطيه تنحل، لازم تغلب. يخليك ما بتغلبش ان تاثير اللذه لذيذ وبيشدك لتحت، فبتبقى انت نفسك برضو في اللذه، فبتروح ايه؟ بتعمل مقاومه ضعيفه، فبتروح واقع. مقاومه ضعيفه دي بتعمل عندك نتائج سلبيه، ان انت ما فيكش فايده، وان ابليس قوي، وان الخطيه شديده وعاتيه. وانت قمت بقاومة ضعيفة فما غلبتش، انتجت عندك خبرة سلبية. كل ده كذب. تقول ما انا معرفتش، ما قدرتش، ما مشيتش الصح، ما قاومت الصح. لكن لو عملت مقاومة حقيقية راح تغلب صح. غفران دم يسوع، سلطان اسم يسوع، اختيار عميق ورفض الخطية باسم يسوع. يمكنك المساهمة في الخدمة عن طريق التبرع عبر الطرق الآتية: من مصر عبر الحساب بالبريد المصري كنيسة أثناسيوس الروسية الأرثوذكسية، حساب رقم 0101-1029-63-48-18، أو عبر فودافون كاش 010-66-16-82-84، وللتبرع عبر الإنترنت من خلال الروابط أسفل الفيديو.